خير مصطفى، اهلا بيك طبعا يا احمد، اهلا بيك واهلا بكل الساده. سعيد جاي الهوا. السعاده، بص السعاده بتنط من نظراتنا ومن تعبيراتنا. اكيد طبعا بطوله غاليه طبعا، ريال مدريد كالعاده ملك اوروبا، وقلنا قبل كده في ليالي الابطال لا مثيل للريال، وما فيش يومين ودخلنا بمبابي على طول، ما قفلنا باب التكهنات بدري. انتوا حاطين ايديكم على قلبكم. لا هو يعني هنرحب باحمد الاول وبعدين ندخل في اجواء المباراه. مساء النور يا احمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي طبعا، ويعني اكيد الواحد مبسوط جدا. ريال مدريد يعني هو نفس، تحس يعني بحس دايما هو نفس النادي الاهلي بالظبط. لا والله الاهلي في حته تانية برضه طبعا، يعني الاهلي في حته تانية يعني بصراحة. لكن اللي برضه الريال لسه محقق يعني الاهلي لو معاه نص التوفيق بتاع ريال مدريد كان زماننا بنحتفل بالبطوله مثلا 15 16 يعني. اديني حظ ولا مش عارف ايه، قرات حظ ولا فدان شطاره حاجه كده. بس انت بتتفرج على ماتش ريال ودورتموند، اعتقد كنت متاكد ان دورتموند ممكن تكسب. انا شفت سيناريو بيقول ان دورتموند طول الوقت هو الاقرب وهو اللي فرض سيطرته مع فوارق الامكانيات والتاريخ واللعيبه واسم المدير الفني والجمهور والجماهيريه والشعبيه وكل حاجه. شخصيه كان دورتموند الحقيقه الاقرب لللقب، وكان الحقيقه مقدم جيم على اعلى مستوى. كره القدم مش منصفه. منتهى يعني الحقيقه الظلم ان تعاطفت. انا مشجعهمش يعني، أيوة انا بحبهم بس ما بشجعهمش، بس تعاطفت معاهم بصراحه. طب ده اسالك سؤال تاني، ده الفريق الكامل اللي تتعاطف معاه في مسيرته، وعشان كده ريال مدريد. انا كده كسبت الرهان بتاع ماشي، هو كان مستني احمد مصطفى قال لك ريال مدريد من بدري، ندي له حقه برضه. صحيح بس هو انا وانت راهنا على السيتي، وهو بس انا هقول لك حاجه، احنا مش بس في فاينل، احنا قدام البايرن خروج مشكوك فيه لبايرن ميونخ، قدام السيتي مباراتين ذهاب وعوده لم يظهر فيهم شبح ريال مدريد. واعتقد ان البطوله يعني ممكن يتقال بين قوسين هي بطوله خلاص حسبت لريال، لكنها غير مستحقه. لا ما ينفعش يتقال غير مستحقه. ويعني بص احمد، خلينا نتكلم ان دايما افهم انه في مباراه تكسب ولا تلعب، يعني في مباريات ممكن يبقى داي اوف، ممكن يبقى في ظروف معينه تخليك ما تفكرش غير في المكسب، لكن بطوله كلها تكسب ولا تلعب ده شيء صعب. ما هو مين اللي يكسب ريال مدريد؟ ما هو على فكره هو ريال مدريد في نسخ كتير ودع البطوله، يعني احنا عانينا فتره كبيره مع جوزيه مورينيو، وما كانش ريال مدريد اصلا بيتجاوز دور ال 16 تقريبا. يعني كان اخره دور ال 16 وبيخرج، ولكن كارلو انشيلوتي، احنا اتكلمنا هنا عن مدرسه كارلو. هو مش كارلو انشيلوتي، هو الحاجب بتاع كارلو انشيلوتي. الحاجب والعلكه، يعني الحاجب والعلكه. وهم حتى سالوه بعد المباراه قالوا له انت بتتناول كام علكه خلال اللقاء؟ قال من 15 ل 20 على حسب سير اللقاء يعني. وبالمناسبه بما انك اتكلمت عن انشيلوتي، واتسال برضه في مؤتمر صحفي وقال مين، يعني قالوا له مين افضل مدير فني في العالم، فهو قال بكل تواضع ان جوارديولا هو المدير الفني الافضل في العالم، وانا احترمته جدا في الاجابه. صحيح. دي يعني انا لسه شايف له فيديو يعني من شويه قبل ما ندخل الهوا، فيعني احد الصحفيين بيساله بيقول له بتعمل ايه وانت خسران 1-0 في الدقيقة 85؟ راح رفع الحاجب كده وقال له الهدوء. الهدوء ثم الهدوء، وده اللي عامله دايما انشيلوتي. دي طريقة دايما الهدوء اللي هو بيدي الانطباع للاعبين دائما ان هو متاكد ان هو هيكسب في الوقت. يعني انا كنت بتفرج على ماتش دورتموند فعلا كان مستحوذ وقدم مباراة كبيرة. لا مش بس مستحوذ يا احمد، وبيضيع. ده اللي بيوصل يعني بتهيألي فرصة كريم عوريبي لو كانت اتسجلت في كورتوا كان سيناريو الماتش اتقلب. كان ريال هيكسب بس هقول لك ايديمي راوغ غلط يعني. هو اختار ان هو يروح على الشمال. هو ما صدقش ان هو منفرد يعني. هو لو راح، هو بالمناسبه هو لو راح على اليمين المرمى كله اتفتح قدامه. صحيح. ولكن هو ضيق المسافه وكارفخال طبعا عمل انقاذ تاريخي. شيب ده كورتوا طالع سايب وراه فدان ارض. كورتوا ليه رهبه برضه، انت عارف رجل النهائيات طبعا. طبعا على فكره كورتوا جايب لكم لقبين من 15. دي حقيقه. ماتش ليفربول ايضا برضه. صحيح. وانا بتفرج على الماتش ولقيت دورتموند مستحوذ، اتاكدت 100% ان الريال هيكسب. لان انشيلوتي هو عايز الفرقه اصلا تستحوذ يعني. هو خلاص بقى تقريبا يعني، اعتقد لو كانوا يتفرجوا على ماتش البايرن واتفرجوا على ماتش السيتي. بتستمتع بكره الريال يا مصطفى؟ بستمتع طبعا. بستمتع بفكره انشيلوتي. يعني طبعا غير السيتي، طبعا السيتي مدرسه ثانيه. السؤال ده